وبالتزامن مع الصوم الأربعين المقدس، أقيمت في العديد من كنائس المملكة القداديس التي تجسد عيش هذا الزمن المقدس بروح الصلاة والصوم والتوبة. فقد أقيمت في كنيسة قلب مريم الطاهر اللاتين ألف حيص صلاة درب الصليب وأمسية تراتيلة أحيتها مجموعة أمهات وأطفال صوت فيلادلفيا. ترأس القداس الأب ماثيو ألبرتو بمشاركة الأب عماد طوال والأب باولو فليشت بحضور جموع غفيرة من المؤمنين. كما أقيم في كنيسة مار ميخائيل السماكية قداس إلهي بمناسبة زمن الصوم الأربعيني، حيث ترأس القداس الأب خالد جمو بحضور الأب طارق أبو حنة وعددا من الراهبات وجمع من أبناء الرعية. استقبلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد متمثلة براعي الكنيسة قدس الأب فراس عريضة، رعية سيدة الوردية الكرك متمثلة بقدس الأب فارس سرياني راعي الكنيسة وجمع كبير من أبناء وبنات الرعية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. كاميرا نورسات اليوم عاشت جو كله حب ومحبة، لهيك حبيت أشارككم بهالأجواء. فاليوم استقبلت رعية القديس جورج الشهيد اللاتين إربد تتمثل برعيها الأب فراس عريضة وعدد من المجلس الرعوي. استقبلوا رعية سيدة الوردية الكرك واللي بتتمثل بقدس الأب فارس سرياني راعي الكنيسة، وكان في جمع كبير من بنات وأبناء الرعية. ختام هذه الزيارة أيضا الجميلة برفقة أبناء وبنات الرعية الطيبين كان زيارة لرعية القديس جورج في إربد. هذه الرعية كمان إلها ارتباط نظراً لأنه الأب جورج عكشة كان من الأباء المؤسسين لهذه الرعية، والأب جورج عكشة هو أيضاً أحد أبناء الكرك، ولذلك أيضاً هو نوع من الارتباط ونوع من العلاقة الروحية بين الكرك وبين هذه الرعية الطيبة بكاهنها طبعاً أبونا فراس عريضة. استضافته والاستضاف والاستقبال الحسن بالإضافة إلى مشاركة للقمة محبة تدل على الألفة والطيبة الموجودة بين المسيحيين في هذا البلد الطيب أينما كانوا، سواء في الشمال أو سواء في الجنوب. وبعد هالجولة اللي قامت فيها رعية الكرك بين ربوع إربد وتاريخها، اللي فعلا لو شو ما لفينا العالم كله صدقوني ما رح نلاقي مثل أجواءها وحياتها البسيطة. أم قيس هي مدينة أثرية، نعم صحيح، ولكن كمان إلها ارتباط بتاريخنا المسيحي نظرا لمجموعة الكنائس الموجودة في هاي المنطقة والتي تدل على أنه المسيحية أيضا انتشرت في هاي المنطقة منذ قرون مبكرة، ولا تزال آثار هذه الكنائس شاهدة على تلك الحقبة المميزة اللي كانت موجودة في ذلك الزمن. وطبعا احنا بنعرف انه ام قيس اللي كانت تسمى ايضا قديما جدارة واللي هي احدى مدن التحالف الروماني ديكابوليس المدن العشر، هي ايضا مذكورة في الكتاب المقدس في انجيل القديس متى الفصل الثامن لما المسيح اجرى معجزة طرد الشياطين، وكانت مثل ما بيحكي النص في ناحية الجداريين، والتي تعتبر بحسب علماء الكتاب المقدس اللي هي منطقة جدارة. بعد هاللفة جمعت الرعيتين لقمة واحدة، هي عبارة عن لقمة محبة وأخوة معزبينها رعية القديس جورج الشهيد. بأيام الصوم المبارك اللي فعلا بتحس بطعم الجمعة اللي ما فيها أي نوع من الزعل، وجد بتحس إنه الكل هيك بعرف بعضه. وبزمن الصوم اللي يعتبر له قدسية كثير مهمة عند الكل، وهذا الإشي كمان بتحس فيه نهلة نصراوين من رعية الكرك. برحلة إحنا إجينا على هاي المناطق إلى دير إربد مع الأب فارس السرياني، بنشكرهم على الاستضافة هون. والزمن الأربعيني بيعني لي إشي كتير، بيعني لي رحلة تماما مثل الرحلة اللي إجينا فيها، العودة للذات، التقرب من الله والابتعاد عن الرذيلة، ابتعاد عن الخطية. معقول أهل الكرك يجوا لإربد وما يدخلوا الكنيسة؟ وأكيد الختام كان جوا الكنيسة. صلت الرعيتين هيك مع بعض صلاة صغيرة ومن بعدها اتوجهوا للباصات، وهيك لقاء خفيف لطيف عاشت الرعيتين سوا بجو كله محبة وأخوة. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.